نادين جيم تكشف كيف تخلصت من وزنها الزائد. ليش من السنة ما أنا جاية لعملات لنشوف أنا شو رح تكون ردة فعله؟ اشتقنوا. كشفت النجمة اللبنانية نادين نجيم عن التقنية التي تستعملها لخسارة الوزن. Hello. Hi. How are you? I'm good. I'm good. Hello. قولوا له شو وينك؟ جيسون. Hello. Hi. Hello. I miss you. Hi. I miss you. Listen, قد ايه صار لي ما جيت لعندك؟ شي سنة وشوي. زعلان؟ كتير. بس welcome back. Finally you're back. أول شي جاي لعندك لأنه بدي بلش تصوير. وبتعرف بدنا في كيلو بدنا نشيلون كم بجسمنا exactly. أمورنا حلوين. بشو حتبلش؟ بكل شي. بكل شي رح نبلش. طب يلا. اوكي هيدا المكنة بيحطوها على الارياز اللي بدك تعملي تونينج لألون yes. تشديهم يعني كأنه عم تعملي سبور فوا ديس او فوا فان او مزبوط. فنتيجة بتكون اسرع. صباح في شيء مزعجك؟ هي ما انا مزعجة بس بتموت من اي ناحية انه بتحسي انه متلاحظة يعني فينا نخففها بس شوي. اوكي في كتير ناس بتعاني من مشاكل بالصحة بالأرمان في ناس تاخد أنتي ديبريسور أنا عم عاني كتير من هيدا الموضوع بس بدي أقول شغلة إنه كل شيء من القصص اللي مرقت فيه أنا كنت مفتكرة إنه خلص قطعت بس تقديري إنه لا الاسترس ضل جواتي كتير أثر كمان على الفات برسنتج بجسمي رغم إني أنا حدا ضعيف. This is why she is here. بدنا نشتغل على هيدا الشيء ومش بس على الجسم كمان على النفسية من جوا ومش بس كمان على الشكل من برا بل كمان على الصحة.